المزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من موسكو الزميل حسين مشيك. حسين، بعد تحية، ما آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا حسب بيانات وزارة الدفاع الروسية؟ نعم، تحياتي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية منذ قليل عن إحباط قواتها هجوم صاروخي شنه الجيش الأوكراني على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون. ويذكر بأن القوات الروسية في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سيطرت على مدينة خيرسون وأعادت المياه العذبة إلى شبه جزيرة القرم بعد قطع المياه من قبل القوات الأوكرانية طيلة الثماني سنوات السابقة بعد سيطرة القوات الأوكرانية على منطقة خيرسون. أيضا وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير 10 أهداف عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وتم القضاء على نحو 30 مرتزقا بولندية كما تصفهم موسكو في مقاطعة خارتوف تابعين لشركة عسكرية خاصة. وحذرت الدفاع من أي هجمات أو أعمال تخريبية على الأراضي الروسية ستقابله زيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مركز للوقود وخزانات وقود يقومون بمد القوات الأوكرانية المتواجدة في منطقة الدونباس، هذا في الصعيد العسكري. أما وفي الشق الإنساني أكد حرس الحدود الروسي عن دخول أكثر من 20,000 مواطن من منطقة الدونباس يوميا إلى الأراضي الروسية. طيب، قبل الحديث عن الجانب الإنساني، حسين، ماذا عن ماريوبول؟ هل ما زالت حدة الاشتباكات والمعارك فيها مستمرة؟ نعم، بالتأكيد حدة الاشتباكات في مدينة ماريوبول هي سريعة جدا، والاشتباكات في مدينة ماريوبول حامية جدا. اليوم تواصلت مع بعض المقيمين داخل مدينة ماريوبول، الأخبار هناك سيئة جدا نظرا لقيام القوات الأوكرانية بوضع الأسلحة الثقيلة بين المنازل وبين المباني السكنية. أيضا بالمقابل القوات الروسية تستهدف وتلاحق القوميين الأوكرانيين لإخراجهم خارج مدينة ماريوبول. الآن القوميين الأوكرانيين وكثيرة أزوف متواجدين داخل مصنع أزوف ستال، وهذا المصنع هو كبير الحجم نظرا لكونه سوفيتي الصنع، والجميع يعلم بأن السوفيات كانوا يبنون مصانع ضخمة جدا، فإن صح التعبير هذا مصنع أزوف ستال هو مدينة داخل مدينة ماريوبول، فهو كبير الحجم. وأيضا هناك عدد كبير من الآلات والمعدات التي من الممكن أن تستخدم في وقت لاحق لإعادة إعمار مدينة ماريوبول. وأيضا هناك بعض المدنيين تحتجزهم الكتائب الأوكرانية داخل هذا المصنع. لهذه الأسباب تتأخر القوات الروسية في كشف هذا المصنع وتحاول بالسيطرة وبالقضاء على المسلحين في الخطوات التي تحمي المدنيين المتواجدين داخل مصنع أزوف ستال. طيب حسين، إذا تحدثنا عن الشق الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء الروسي قال بأن العديد من مشتري الغاز الروسي وافقوا بالفعل على تحويل طبعا المدفوعات بالعملة الروسية الروبل. لو تطلعنا عن تفاصيل أكثر حول هذه النقطة، وما موقف موسكو تجاه الموردين أو المستوردين الآخرين؟ نعم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أسعار الطاقة قد تصل إلى مستويات جديدة في حال فرض الغرب قيود على الإمدادات من روسيا. وأكد نوفاك قرار تحويل روسيا مدفوعات الغاز إلى الروبل ناتج عن رغبة روسيا في الحصول على ضمان بنسبة 100% للدفع، وأشار إلى أن العقوبات الغربية ستنعكس سلبا على تكلفة المعيشة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وحول شراء الدول الأوروبية للغاز الروسي، قال نوفاك أن عدد من الدول الأوروبية وافقت على شراء الغاز الروسي بالعملة الروبل، وروسيا الآن بانتظار موافقة أو قرار الدول الأخرى
هذا ما أكده اليوم نوفاك حول موافقة معظم الدول الأوروبية. نوفاك لم يذكر بالاسم من هي الدول التي وافقت على شراء الغاز بالروبل، لكن العدد هنا حسب المراقبين الروس وحسب المعلومات الصحفية هنا في الداخل الروسي بأن الدول الأوروبية أو عدد الدول الأوروبية التي وافقت على شراء الغاز بالروبل عددها كبير جدا إن صح التعبير، فمعظم الدول الأوروبية بالفعل وافقت على شراء الغاز. ولكن هل هناك خطة موضوعة، خطة روسية موضوعة للدول التي لم تبدي موافقة بعد في طبعا دفع مدفوعات إمدادات الغاز بالروبل، كإيطاليا مثلا حيث وزير الخارجية الإيطالي قال إن بلاده ليست مستعدة بعد إلى هذه الخطوة؟ نعم، رئيس الوزراء الإيطالي قال اليوم أن بلاده غير مستعدة لغاية الآن في شراء الغاز بالروبل، لكن الجانب الروسي يعطي مهلة لآخر شهر إبريل بداية مايو حسب الاتفاقات المبرمة بين الشركات الروسية والدول الأوروبية. في حال أتت أو انتهت المهلة ولم توافق أي دولة أوروبية على شراء الغاز بالروبل، فإن الاتفاق أو العقود المبرمة سوف توقف روسيا تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية. روسيا من بعد حجز الغرب على الأموال الروسية وعلى أموال البنك المركزي الروسي، روسيا لم تعطي الغرب ولا الدول الأوروبية الغاز بشكل مجاني. روسيا ألزمت الشركات الأوروبية بشراء الغاز بالروبل، وعلى هذه الشركات والدول الأوروبية الدخول إلى الأسواق الروسية إلى الداخل الروسي وفتح حسابات لهم في المصارف الروسية لتتم عملية الشراء الغاز الروسي بالعملة الروبل. هذا ما تؤكده كافة الدوائر الرسمية في روسيا، وأيضا ما أكده الرئيس بوتين في كلامه يوم أمس خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية. أكد بوتين بأن الغاز الروسي سيكون فقط بالروبل. أما وبالنسبة للدول الصديقة لروسيا، من الممكن أن تبيع روسيا الغاز بالعملة الأجنبية أو بعملة البلاد أو عملة الدول الصديقة، وهناك إمكانية عن تخفيض أسعار الغاز الروسي بالنسبة للدول الصديقة. فنوع خطوة تتخذها روسيا لمواجهة العقوبات الغربية وتأمين أسواق بديلة للأسواق. طيب حسين الأزمات الدبلوماسية ربما تتصاعد ومستمرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، وإجراءات طرد أو ترحيل الدبلوماسيين من الجانبين مستمرة وتتزايد. ما آخر التصريحات في هذا الصدد، خصوصا أن سيرجي لافروف ربما بين الحين والآخر يؤكد على عدم رغبة روسيا في قطع العلاقات مع باقي الدول؟ نعم، روسيا بالتأكيد لا تريد أن تقطع العلاقات وخصوصا الدبلوماسية مع الدول الغربية والدول الأوروبية، لكن الدول الغربية هي من تريد قطع هذه العلاقات، وهي من توتر الأجواء وتأخذ قرارات وتلغي. وأيضا هناك رد من الجانب الروسي على هذه القرارات. بالتأكيد الجانب الروسي يؤكد بأن هذه القرارات لن تكون بلا رد، موسكو سترد بالمثل على أي عقوبات أو أي قرار طرد الدبلوماسيين الروس الموجودين في الخارج. اليوم الخارجية الروسية أعلنت عن 18 موظف في البعثة الاتحاد الأوروبي على أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم على الأراضي الروسية، ويجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية بوقت قريب. هذه تأتي ضمن ردة الفعل أو ضمن الرد بالمثل على العقوبات أو على القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، وأيضا على طرد الدبلوماسيين الروس من الخارج وتحديدا من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من الدول الغربية. هناك العديد من الدول طردت عدد كبير من الدبلوماسيين الروس. روسيا ترد بالمثل على هذه القرارات. لغاية الآن روسيا لا تريد أن تقطع العلاقات بشكل نهائي، العلاقات الدبلوماسية، لكن الجانب الروسي يؤكد بأنه جاهز لكافة السيناريوهات، وهناك إمكانية لإقفال كافة السفارات الغربية داخل روسيا، و فلتنظر روسيا إلى هذه الدول عبر مناظير الأسلحة. هذا ما أكده نائب رئيس مجلس الأمن الفدرالي الروسي ديمتري ميدفيديف.
في حال اشتدت العقوبات وفي حال اشتد قرارات طرد الدبلوماسيين الروس من الغرب ومن الدول الأوروبية، فإن روسيا لن تقف مقطوفة الأيدي، سترد بالمثل على هذه القرارات وسوف تطرد الدبلوماسيين الأجانب الموجودين داخل روسيا، ومن الممكن أن تقفل كافة السفارات الغربية في الداخل الروسي. طيب حسين، فيما يخص احتمالية انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، حلف شمال الأطلسي، ماريا زخاروف المتحدثة باسم الخارجية الروسية حذرت من هذه الخطوة وقالت بأنها ستكون لديها عواقب على علاقة البلدتين بروسيا، ما هي نوع هذه العواقب؟ بالتأكيد في حال انضمت السويد وفنلندا إلى دول أعضاء الناتو، هذا الأمر من شأنه تدهور الوضع الأمني في شمال أوروبا، وأيضا من شأنه تدهور العلاقات بين فنلندا والسويد من جهة وبين روسيا من جهة. لغاية الآن يوجد علاقات دبلوماسية بين روسيا وفنلندا والسويد، وأيضا هناك علاقات أمنية بين روسيا ومن جهة وفنلندا والسويد من جهة ثانية، هناك تبادل أمني وتبادل معلومات وأيضا تبادل في البضائع، وأي يوجد حركة استيراد وتصدير بين روسيا وبين فنلندا والسويد. فنلندا هي أقرب إلى روسيا من أوكرانيا، يوجد 10 كيلو أمتار فقط من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ولكي نصل إلى الحدود الفنلندية. في حال انضمت فنلندا إلى حلف الناتو، روسيا لن تسمح بهذا الشيء، ستعزز من وجود قواتها، من دور وجود قواتها البرية والبحرية على الحدود الروسية الفنلندية، وأيضا هناك إمكانية تدرسها روسيا الآن بإمكانية نشر الأسلحة النووية الروسية على الحدود الروسية الفنلندية. وهنا حسب الخبراء والمراقبين طبعا بأنه في حال انضمت فنلندا إلى حلف الناتو، روسيا لن تقف أيضا مكتوفة الأيدي، فهي ستواجه هذا القرار، ومن الممكن أن تشن روسيا أيضا عملية عسكرية خاصة لمنع فنلندا من اتخاذ هذا القرار، كون أن هذا القرار يؤدي أيضا إلى نفس السبب الذي دفع روسيا إلى إعلان عملية عسكرية في المدن الأوكرانية، وهي منع حلف الناتو من الوصول إلى الحدود الروسية، بالرغم من أن فنلندا لا تؤثر على التهديد الأمن الاستراتيجي الروسي والأمن الفيدرالي الروسي كما تؤثر أوكرانيا، لأن حقيقة في أوكرانيا ومنذ انقلاب الذي حصل في السلطة في أوكرانيا واستلام زيلينسكي الحكم، هناك بدأ تعزيز الدور النادي في الداخل الأوكراني، هذا ما تؤكده الدوائر الرسمية في روسيا، وأيضا ما تظهره وما تنشره كل يوم وسائل الإعلام الروسية عن وجود فكر الآن، فكر تم تعميقه وتعزيزه في الداخل الأوكراني، فكر نادي، هذا الفكر مناهض للثقافة الروسية ومناهض لروسيا الاتحادية، بالرغم من أن فنلندا لا تشكل هذا الخطر على الوجود الروسي وعلى الأمن الروسي، إلا أن روسيا حسب المراقبين والمحللين فإن روسيا لن تسمح لفنلندا والسويد بالدخول إلى حلف الناتو لكي تحمي روسيا أمن بلادها ومصالح مواطنيها. وفي حال انضمت فنلندا إلى حلف الناتو، هذا الأمر من شأنه تدهور الوضع الأمني بشكل مباشر، وأيضا هناك إمكانية لاشتعال حرب عالمية ثالثة، وهذه الحرب ستكون حربا نووية، حرب مدمرة، لأن الرئيس بوتين قالها منذ زمن بعيد وليس في الفترة الأخيرة. قال الرئيس بوتين بأن العالم لن يكون موجود في حال روسيا لن تكون، هذا ما يؤكد بأن روسيا دولة عظمى، القيادة الروسية لن تسمح للغرب وللولايات المتحدة. نعم، وهذا ربما كرره بوتين أكثر من مرة حسين. طيب على صعيد آخر، روسيا ما زالت تحذر الولايات المتحدة من تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وربما يأتي هذا بالتزامن مع إعلان جو بايدن هذا الأسبوع تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر حوالي ب 800 مليون دولار. لماذا تستمر هذه التحذيرات الروسية، خصوصا أن هذه ليست هي المساعدات الأولى؟ إنها ليست تحذيرات فقط حسب ما تؤكد وزارة الدفاع الروسية والجهات الرسمية المخولة بإعلان هذه المعلومات. الدفاع الروسية تؤكد بأنها تقصف، القوات الروسية تقصف المزيد من الشاحنات
المحملة بالأسلحة وبالذخائر وبالمساعدات العسكرية التي يرسلها الغرب وترسلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية. نعم هناك بعض الشاحنات وبعض الأسلحة تدخل إلى الأراضي الأوكرانية من غير أن تعلم بها القوات الروسية، وهذا بطبيعة الحال روسيا لن تستطيع أن تسيطر على كافة الأراضي الأوكرانية في وقت سريع. لغاية اليوم هناك 51 يوما على بدء العملية العسكرية الروسية، وروسيا بهذه المدة الزمنية القليلة لن تستطيع أن تسيطر على كافة المدن الأوكرانية وأن تقاتل وتواجه القوات الأوكرانية. الجيش الروسي والقوات الروسية تقول وتعترف بأن القوات الأوكرانية تدربت على يد حلف الناتو وتدربت على الأراضي البريطانية والأمريكية طيلة 8 سنوات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت المزيد من الأسلحة ومن المساعدات العسكرية إلى السلطات الأوكرانية طيلة 8 سنوات السابقة. وهذه الأمور التي دفعت روسيا لإعلان عملية عسكرية استباقية لحماية أمنها الاستراتيجي وحماية مصالح مواطنيها. أيضا وحول المساعدات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المساعدات الجديدة، روسيا تؤكد بأن القوات الروسية ستعتبر هذه الأهداف ضمن الأهداف المشروعة وسوف تقصف هذه المساعدات، وتحذر روسيا من أن هذه الإجراءات والخطوات التي يعلن عنها الجانب الأمريكي المساعدات العسكرية الجديدة من شأنها تدهور الوضع أكثر، وتدعي الجانب الأمريكي إلى الضغط على النظام الأوكراني من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات لكي يتم حل الأزمة بوقت سريع عبر الحوار والدبلوماسية وبإنهاء الأزمة وإنهاء العمليات العسكرية. أما وفي حال استمرت واشنطن وبريطانيا بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، روسيا لن تسمح بهذا الشيء، فتقصف كافة الأسلحة والشحنات العسكرية التي يتم إرسالها إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا الأمر من شأنه تدهور الوضع أكثر. وأيضا القوات الروسية من الممكن أن تستعمل أسلحة عالية الدقة وأسلحة مختلفة عن الأسلحة التي تستعملها القوات الروسية في الوقت الحالي، وأيضا من الممكن إرسال مزيد من القوات العسكرية الروسية إلى المدن الأوكرانية. لغاية الآن الجانب الروسي مكتفي فقط ب 150 ألف جنديا من القوات الروسية فقط، هذا العدد الذي يشارك في المعركة العسكرية الخاصة، كون أن روسيا أعلنت منذ البداية على أن هذه هي معركة عسكرية خاصة وليست حرب. في حال أراد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إطالة أمد هذه المعركة وإطالة أمد الأزمة، من الممكن أن تتجه الأمور نحو الأسوأ، أي نحو حرب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا زميلنا حسين مشيك مراسلنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.